واجهات الفنادق والشوارع وأماكن الترفيه أخذت زخرفها وزينت قبل ساعات من بدء العام الجديد. عام استقبله المصريون بالفرح والسرور، حيث الاحتفالات التي عمت أنحاء الجمهورية ابتهاجا ببداية عام ميلادي جديد وسط انتشار مكثف للخدمات الطبية والأمنية. ربنا يكون يجعلها سنة سعيدة على مصر ويجعل مصر بخير وأمان، وعبنا رب نشوف كل واحد فرحان في مصر بإذن الله. نتمنى الخير لمصر كلها ونقضي على الموضوع الإرهاب اللي احنا بنتكلم فيه دوت، ويبقى الحالة الاقتصادية تبقى كويسة للناس. 20,000 واحد في منطقة في وسط البلد، أمان، أطفال، الساعة دلوقتي قربت على 12 يعني، والناس كلها في الشارع. فدي رسالة بنوجهها للعالم كله إن مصر فعلا بلد آمنة. هنا امتزجت أنغام الموسيقى مع بعضها، وجوه ملئت فرحا وأملا أن يأتي العام القادم حاملا معه تحقيق أمنيات أجلت من عام ولا. فلما تعيش بالأجواء بنفسك يعني عايش معها واختلت تماما ما تشوفها بالتلفزيون. فالناس هنا يعني ناس متواضعة وتفرح وكذا يعني مختلفة تماما الصورة. أنا متفائلة خير سنة دي إن شاء الله، سنة حلوة إن شاء الله وخير علينا. واتمنى امنيتي ان شاء الله السنه دي تكون بلدنا بخير وامان، مصر بخير والدنيا بخير، وكل سنه والشعب المصري كله بخير. الالاف اذن تواجدوا في احتفالات العام الجديد الذي ظهرت ملامحه في كل زاويه لتوثيق لحظات سعيده تظل عالقه في الاذهان رغم تعاقب السنوات. اطفأ عام 2018 شمعته واضاءت شمعه عام جديد، عام يأمل المصريون فيه أن ينعموا بمزيد من الاستقرار في مختلف المجالات في ظل تحديات كثيرة تعيشها الدولة المصرية. أحمد مصطفى الغد، القاهرة.